دكتور خالد شخير. شكرا الأخ الرئيس. في البداية أود أن أشكر اللجنة على الإنجاز هذا القانون وإدراجه بصفة الاستعجال لأهمية هذا القانون. الأخ الرئيس، هذا القانون أو عفوا القانون السابق هو نتاج لما تعرض له المرحوم محمد غزال الميموني وآخرين لم نعلمهم، وكذلك المواطن نهار الهاجري. حنا اليوم أردنا بهذا التعديل أن نحدد من الممارسات السيئة اللي راح ضحيتها بعض المواطنين. الأخ الرئيس، المبدأ القانوني ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الداخلية قاعد تستخدم هذا القانون لترهيب وترويع الشعب. اليوم المواطن معروف مكان إقامته، فالداخلية تقوم بالتعسف في هذا الحبس الاحتياطي اللي لا نرى له داعي. أنا حقيقة عندي بعض التعديلات. الأخوة مشكورين ونحن في جلسة اليوم مطالبين بإقرار هذا القانون بصفة مستعجلة على الأقل كمداولة أولى على أن تأخذ اللجنة في التعديلات اللي راح نقولها. بشكل عام نجد أن هناك يعني تقليص، ما هو التقليص المطلوب في المدة؟ في المادة 69 التعديل المراد به إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستجوب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ القبض عليه، ويجب أن يكون قرار الحبس مسببا، ويبطل بطلانا مطلقا أي قرار بالحبس يصدر دون سبب. نعم، ويجوز إضافة، ويجوز للمحبوس احتياطي التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا كذلك. إضافة كذلك، الأخ المقرر معاي رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس متى توفرت الأسباب المبررة لذلك، ويحدد أمر الحبس مدة على ألا تزيد على أسبوع واحد في كل مرة. يعني الإخوان تركوا المدة التجديد مستمرة في كل مرة فيها تجديد الحبس، ولا يجوز إبقاء المتهم محبوس وفقاً لهذه المادة بأي حال من الأحوال مدة تزيد عن 4 أسابيع. يعني الوقت النهائي 4 أسابيع، لا نتركها مطلقة من تاريخ القبض عليه، ولا يصدر أمر تجديد حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله بحضور المحامي. أنا أتمنى كذلك إعطاء دور واضح للمحامي في حضور هذه الجلسات. المادة 70 كذلك، إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم أكثر من 4 أسابيع المشار إليها في المادة السابقة، يجب على المحقق تقديم طلب بذلك إلى رئيس الدائرة المختصة بنظر في الموضوع، ولرئيس الدائرة إصدار قرار باستمرار حبس المتهم لمرة واحدة وليست لمرتين أو المستمرة كما هو في قرار قانون اللجنة، باستمرار حبس المتهم لمرة واحدة لا تزيد عن أسبوعين، ولا يصدر أمر الحبس وفقاً لهذه المادة إلا بعد سماع أقوال المتهم بحضور محامه وبعد الاطلاع على كافة أوراق التحقيق. هناك كذلك إضافة الأخ الرئيس، إضافة مادة جديدة تحمل رقم 215، إذا كان المتهم محبوساً على ذمة التحقيق أو القضية وصدر حكم نهائي ببراءته، جاز له مقاضاة وزارة العدل أو الداخلية بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب الحبس. لا يعقل الأخ الرئيس أن يتم اعتقال أي مواطن وبعد ذلك مثل ما حدث مع المواطن نهار الهاجري، وبعد اعتقاله يقولون لا أنت بريء توكل على الله. يجب أن تكون هناك، حتى الهدف من هذه المادة، من إدراج هذه المادة، حتى لا تتعسف الداخلية وتكون إجراءاتها مبنية على وقائع. شكرا لك الرئيس.